من مزامير أبينا داود النبي: افرحوا أيها الصديقون بالرب وتهللوا، للمستقيمين ينبغي التسبيح، من أجل هذا يبتهل إليك كل القديسين في أوان مستقيم هللويا. من إنجيل معلمنا متى البشير: وكأنما إنسان مسافر دعا عبيده وسلمهم أمواله، فأعطى واحدا 5 وزنات وآخر 2 وآخر 1، كل واحد على قدر طاقته، وسافر. فمضى الذي أخذ 5 وزنات وتاجر بها فربح 5 أخرى، وهكذا أيضا الذي أخذ 2 ربح 2 أخريين، وأما الذي أخذ 1 فمضى وحفر في الأرض وأخفى فضة سيده، وبعد زمان طويل جاء سيد أولئك العبيد وحاسبهم. فجاء الذي أخذ 5 وزنات وقدم 5 وزنات أخر قائلا: يا سيدي، 5 وزنات أعطيتني، هوذا 5 وزنات أخر ربحتها. فقال له سيده: حسنا أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل فأقيمك على الكثير، ادخل إلى فرح سيدك. ثم جاء الذي أخذ 2 وقال: يا سيدي، 2 سلمتني، هوذا 2 أخريان ربحتهما. قال له سيده: نعما أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل فأقيمك على الكثير، ادخل إلى فرح سيدك، والمجد لله دائماً.